اش غادي نقول لك؟ انا قال لي انت ما ساكناش غير قاطينا، علاش ما عطيتوش الفلوس؟ ما كنتش كنتمحلس ليه، عندي خمسه الاولاد ما بغاش، قال لك خمسه الاولاد كلهم زيدين في هذا المقاطع، وانا كبرت هنا وقريت هنا وما كانت لا تمارا لا ديور لا والو، كان الدراك والبيار. هذا خدمه السيد هذا البير، هذا البير ديال بن الحجوم اللي كان هنايا، راه ولده هو 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 الخليفه. راني انا ما كنت ندخل الزرع وبون حجوم، شادني من يدي الله يرحمه، كان الدرك وكملت هنا، كانت باقي ما كانش باقي حاجه، ما كاين حتى حاجه. وهذه زايده هنا زايده، جات 88 زادت في هذه المقاطعه، 88 زادت في هذه المقاطعه، وكبرت هنا وعشت هنا وقرات في الافاق هنا وفي المدارس كلهم هنا. ودابا مطلقه بجوليات، قال ليها ما تشديش. علاش؟ انا عندي خمسه اولاد وهي بنتي راهي عندها 24 عام، جاو غير ضياف 24 عام، الناس جاو ضياف وشدوا عزاله وشدوا، قلت انا نشد ولادي، عندي ثلاثه اولاد وعندي جبنات ولاد، هذاك ولدها وليدها، وعندها وليد واحد من راسها. الراجل اللي خلاها كما قال بحال هذه، هي مسكينه ما عندهاش الراجل، دفعات شكايه، قلنا لها ما نديروش الشوط، قال لي يمشي يعاودوا الروسه. دابا غيريبوا هاد الناس وغيقولوا لهم دفعوا الشكايات، الناس باش غيريبوا لهم غيمشيو يسكنوا، غيمشيو الناس راه اختاروا انهم ما كانوش قالوا لي بغا تريبوا تمشي، الناس اللي دفعوا الشكايه ما قالوش لهم بغا تريبوا تمشي، لا غيريبوا، لا لا قالوا لهم دفعوا الشكايات غادي يريبوا، قال لي بغا تريبوا، قال لي خلي باش دبروا على راسكم وكفوا على شغلكم، غادي تكون الاجراءات. ايه قال لي مغاريبوا لهم يمشيو بحال دوار الصحراوه، ما ريبوش لهم، قالوا لي مسيروا. انا ما كنت غير يقولوا صحابي انتوا انت داري واقفه مع الناس، الشمر جرى اليوم عطاونا المرس، المرس باقي الله صف لحقنا، جاتنا فينا القاع ديال المرس وما كملوناش، حاضرين كاع الترياب من جا المرس وبقى انا والده هاد البنت، هي امتى جا المرس؟ في 97 انا والده هاد البنت، هادي هي عندها 24 عام وهي مجوجه والم... لا لا انا ولادي ايوا السلامه، شنو ندير؟ ندير قجاجه عامية واش نمشي ندير قجاجه باش هو بحر يبرد؟ هو عمره ما سكن في المحاله وريب على البارح، ديك حتى المحاله قفز شد فيه هو وخوته وامه، وريب غير البارح، وريب هو بوحده مدوره، دواره باقي ما قرش، وبوحده اللي قرع مدوره وهو بوحده، وعارفين الناس هادشي هذا عارفين، وبلا ما نقول لك واش ولا هو ولد من، بلا ما نقول لك اخر طالب بحقي، حق اللي جاتو حقو، كان حق مشروع ماشي حاجه كبيره، ما عطيناش شي حاجه كثيره، راه مخرج علينا بالفلوس 11 مليون، واش 11 مليون عاطينا؟ راه مكثر من القيمه ديالها باش تساوي هي عاطينا، واش هذا شنو عاطينا؟ عاطينا دوزنا حياتنا وشبابنا والامارات كلهم جاو فينا، في الاخر يقول لها 11 مليون 11 مليون و 16000 هذه لا كان طانان، اما ما كانش طالان راه نقيوها بزبل فوق هذا الشيء، اللحقه ما غتاخذش ما غتخلصو ما غتشديش، وحنا دابا خسرناها في الدويا من في المنطقه، قبل ما يجي الترياف ونبقاو حتى العام الجاي يصبقوا التحيتيه علينا حنا، خاصنا حنا الاولانيين يفضيوها معانا عاد يهبطوا لتحت، او لا رحنا غادي نديروا شي حاجه اللي ما غتعجبهمش، ما كاينش ترشيح ما كاينش معقل، خاص بحال واحد هذوك اللي كيدقوا علينا ويقولوا لنا تصوتوا علينا، يجي وريني هو وجو شي واحد. السلام عليكم ولدي، الله يجازيك بخير، الله يجازيك، بغينا الباشا والقيدة تلافت في هذا الشيء وشوفوا شنو كاين، راه الظلم، راه الظلم هذا بعينيه، انا تنطالب بالبون ديالي راه ما سمعتش فيه، انا 30 عام وانا هنا، ولدي راه ولدي عنده 28 هنايا عام، راه دار استاذ ديال لونجلي، وباش نعيش انا في تهميش عايش، حتى هي مشيت كريت لي في كازا باش قرا، وصلت تبارك الله الله يوصل كل واحد، ولكن بنتي حتى هي درت لها الدبلوم ها هو شتيه، دايره هنا في دوار بن ناصر الشمالي، زياده وخلوق هنا، ها انت مسكينه ها، قال لي اعطيني جوج بريكات تستافدي، علاش تعطي جوج بريكات؟ انا لقيتهم، انا الوفاء ما خلينا تنخدموا نتحركوا، ما كاينش فين، انا دابا جالسه شهرين انا والدريه، انا عندها الدبلوم ديال الصالون ما خداماش، درتها الدبلوم ديال البورتابل، هي القضيه واقفه، ما كاين والو، هي الدريه واقفه. ما يمكنش باش انا نضيع وبنتي تضيع، انت بنتي خاصها تستافد،
بعد 21 عام زادوا خلاها الدري 3 شهور عندها في كرشها بنت خاصها في سنها في وقتها من حقها عندها زيفة بوحدها. أنا لقصوني أنا أم عبد السنان في عمري ما عرفتش نعيش قد هادشي اللي عشت ولا ما نعيش. أنا بين حوني لحوني بدون الدار العزاز نعيش فيها. هادشي اللي غنقول لهم أنا الناس المسؤولين يشوفوا فينا وعايشة سيبنا. أنا مدوزة السمارة مدوزة 400 بواحد ومشيت وجبت هاد الولية اللي يدير أستاذ حاليا جبتو عندو عامل في عمرو ولدتو هنا ومشيت وجبتو عامل في عمرو وهربت بيه وهزاكي كين حاشاك راه عارفين قلب الأم أم لازت لازت أرحم الوالدين وزادكم بخير وين صوتنا يوصل سيدنا. عاش الملك عاش محمد الثالث. بالله حتى اللي فات اخويا راه الناس ضايعين ناس شباليين عيالات كبار راه غيتلاقوا راه غيتشردوا لان هذا منكر. انا مهجوره مهجوره 16 عام سنه ولدي المهجوره عليه راه عندنا اولى باك هذا العام. انا امه تنضحي على وليداتها باش نخرجوا من الطيب ما بغاتش انا التشريط شاد البورتمان شديتها. انا بغيت نعاون العيالات الهجالات بغيت نعلمهم الرنده نعلمهم صنعه نعلمهم خياطه. انا بغيت نتعاون مع بلاد بلادي ناكل انا وياهم مع الخبز والمال نتعاون انا وياهم كما تعاونت مع بلاد الرندا تيتعلموا ولاو يصوروا طيب ديال الخبز يعيشوا وليداتهم تتلاقى معاهم تقول لك الله يخليك على هاد المراه مسكينه قد قد ما خاش هاد الام تضيع. انا هي مراه كبيره مسكينه انا خاش تضيع في البوندي هي من هدي هي من الهداني انا هي من الهداني الهداني مصطفى حسين مروش عرجي هذا هذا ما كيعرف والو ما نقدمش ما كيعرف والو ما نقدمش دري شاب عنده 16 سنه ها هو ماتت لي بلاها امه هنا خلاوها وكاس عاطيها واحد المره كيقول لها سليمه ملي عاد تطيب وتمشي كان غيمشي هذا الولد بالزينات والشاف بعت لي امه الاب ما عندوش يا سند يتكى عليه لا خان بحنين يتكى عليه لا مويمه انا يعطيوني نمضي معايا ذاك الوقت نديرو ولدي والله كنزوجو نضلي قسم بالله كنزوجو نتهلا فيه. شوف اولدي انا ساكنه انا 30 عام وانا ساكنه في هاد البراكه داز عليا الشتا والما تنسبوع عمس سقيات وشو الولد قداه زيد هنا وقاري هنا عندي ثلاثه اللي قارين هنايا وعندي ثلاثه اللي زايدين هنايا 30 عام وساكنه قديمه وجيراني اللي ساكن عم مورايا ريفو عطاوه مورايا وخلوني انا الوسط انا ما عطاوني حتى حق هذا اللي تيقول لك ريلا راه دايرين لك ما ساكناش هو عندي الشهاده ديالو ساني ليا فيها وهاد الناس كلهم كلهم ما عاطينهمش هاد الناس كلهم كيعني كلهم ما عاطينهمش المشكل في الاصل المشكل عندي بابي بوحدي ما عيطوش عليا عيطوا على جيراني اللي عمل مورايا وانا ما عيطوش عليا وانا 30 عام وانا ساكنه وداو بابي بوحدي وداري ودخلوا دخل لي الحساني ما بقى عندي حتى مشكل وملي دفعت الوريقات كلهم ودابا ملي جا المقدم قال لك راه داير لك ما ساكناش اش من مشكل عندي بابي بوحدي ولادات جايين هنايا جيبوا لهم الشواهد ديال المدرسه فين قراو وعندي داكشي ديال الانتخابات وعندي شهادة ديال مصطفى اللي حيد وجنابي المورا عندي ديال نابيل عندي ديال الهدالي عندي ديال الشرقاوي كلهم عندي دالي اللي قالوا لي جيبي نجيبها يدخلوا عندي ويجوا يشوفوا واش كاين شي مشكل عندي عندكم الدوار التصنيف الناصر وانا ساكنه هنايا ولادي ولداهم هنا وولدي ما عيطوش عليه قالوا لك من غير بغيت نعرف علاش الولد زايد هنا ومجوج هنا والد عنده بنيه عندها 11 عام وما
عيطوش عليه قال لك ملغي، علاش ملغي؟ الولد زايد هنا راه كلشي وراقو هنا على هذوك الشواهد، هذوك الشواهد شكون عيطوهم لينا باش كنديروا لاكارت باش كنحطوا الدراري؟ كلشي عندنا باش كنحطوا هاد الدراري؟ واش درنا هاد لاكارت غادي يكون ما ساكنين؟ غادي يعرفونا يكون ما كنا ساكنين؟ حنا راه ميام التازي وايام عبد الرحيم وايام الحي المودي وايام الهدالي الله يرحمه ومصطفى. هاد الجهادة قال لك ما كيعرفناش، وحسن قال لك الدري ما كنعرفوهاش، الدري ما يخدمش ما يجيبش كرة الخبز، راه خدام على راسه وعلى وليداتو وخدام عليا انا مراه رجالة، كبر ليا ولدي خدم عليا، واش غايقلت في الدار باش في البراكة باش يجي المقدم وقتلي جاي لقاه؟ وفين غادي يلقى هاد المقدم؟ بغا خاصو شي وثيقة راه كيجي يصاوب المقاطعة وخدام، كيخدم عليا انا ومرتو وليداتو. انا هجالة وعندي البنت عزبة وعندي ولدي عنده مرتو عنده بنت، شكون غيخدم علينا؟ هو اللي خدام علينا قال لك ما كنعرفوش. كيفاش ما كيعرفوش؟ كيفاش غادي يجلس في الدار باش يعرفو؟ راه خارج خدام باجي علينا طرش الخبز وانا مريضة، وعليهم ضيعوا لي ولدي راه مرتو بوليداتو، راه حشومة عليهم، راه زايد هنا الولد كبر هنا وداروا راقو هنا وكلشي عندو هنا، ساكنين غيعطيوهم لينا. هادشي اللي كاين اوليدي الله يدير تاويل الخير. عاونيش وليدي عاد نمرتي وما عطاونيش عاونيش وليدي بارك معايا بنتي عندها 40 وانا والراجل ومعايا واحد الدري وحد ما عطاونيش، ما عيطوش عليا وليدي ما عيطوش عليا، انا معصبه عندي القلب تبع علي ما عيطوش عليا. بغيت السكنه ديالي ما عيطوش عليا، بغيتهم يعيطوا عليا ما عيطوش عليا وليدي. شحال عام وانت ساكنه وما يمشي؟ ما عرفتش انا حيت انا ما نعقلش، انا عندي القلب عندك لاكار؟ عندي لاكار انا راه ماهوش تاع واش يديروا ليا. قلت لك اخويا انا مشيت لاسبانيا نخدم، منين نجيب مع بسيمانه مشيت وصلت الله خدم بسيمانه بديت تما الخدمه، بداو جاو الاحسان ورايا وانا خليت ولادي في الدار، خليت بنتي وها ولدي وها ولدي ها ولدي عنده 25 سنه خليته في الدار تاخذها البنت، ولكن ما عيطوش علينا، دابا بغاو يشردونا حنا بغاو يشردونا وحنا عايشه المالك، حنا ما عندناش بقى المالك ما عندنا فين غنمشيو، وانا مريضه كندير دواء الاعصاب كنشري الدواء غالي وما عندي اللي يخدم عليا، انا مطلقه ما عندي فين غادي نمشي. دابا شوفوا من حالنا راه ما عندنا دابا فين غادي نمشيو من غير الله والمالك، ما عندنا فين غنردو في راسي اللي يبولنا البراك من الخدام علينا فين غادي نمشيو، ما عندنا باش نخرجوا الكرا. دابا شوفوا من حالنا ها بنتي انا هيا بنتي وعندي ولدي عنده 25 سنه وها لاكارت وها الباس فيها الوداع فيها دوار بالناصر الشمالي، وعلاش كيرفضونا وعندي رقم درتي ب 340 وعلاش كيرفضونا؟ شنو هي الدوار اللي ساكنين؟ دوار بالناصر الشمالي رقم البراكه ديالي 299. واش كطالبي لالا؟ كنطالب انا بالشقه ديالي يعطيو لي انا وولدي يعطيو لي انا وولادي فين نسكنوا، ما عندنا فين غنمشيو. وعاش الملك 26 عام وانا ساكنه هنا وراقية بلا كارت ديالي بكل شيء، قالوا لي كنتي مرفوضة، أنا ما كنطلب حتى شي حاجة، بغيت غير حقي من المحال. علاش غنتقصاو؟ علاش غنتقصاو حنا؟ علاش غيحيدونا حنايا؟ حنا ماشي مغاربة، علاش عام أنا هادشي اللي عطيه لنا الملك؟ 26 عام وهي عندها الوريقات ديالي يعني ما عندهاش لاش الطرف. حيدوني وحيدوني قالوا لي بنتي ملغية، علاش أنا ملغية؟ علاش غنتلغى أنايا؟ وأنا يا داري ومحالي 26 عام وأنا ساكنة هنايا، ويجيو يقولوا لي من حد وعاد ما عنديش حتى الرجلين والصحه باش نجري وباش نجاري بينا هكاكم حنينا. عاش الملك، هادشي كلشي ديال الملك، حتى حاجه ما غيبقى. دابا كنطلب حقي، كنطلب حقي يعطيوني. تستافد بحالي 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 الناس، انا من المستفيدات، انا 26 عام وانا هنايا انا من المستفيدات، علاش غياخذوا لي براكتي؟ انا ديالي بابي بوحدي كلشي ديالي بوحدي. عطوني درت القرعه ولكن ولادي ضيعوهم ليا، بنتي راه عندها من 2005 من 2005 كتحفظ وعندها الترتيب ديالها وما عيطوش عليها، ولادي بجوج ولد وبنت ما عيطوش عليهم معايا ساكنين معايا، وراه من 2005 البنت عندها الترتيب وعندها الوراق ديالها عندها كلشي، علاش يرفضوها؟ راه من
91 وهي كتقصى وهي مجوزه وساكنه معايا والولد هو راه ولادي انا قرعت ولكن ولادي ما عطاوهمش ولادي قالوا لك مرفوضين علاش انا ساكنه من دمغه صغيوري كلشي كبر هنا كلشي حنايا راه باقي مواد المقاطعه ما تبداش وضيعوا لي ولدي حتى هي راه عندها 2005 عندها كلشي على الوراق ديالها وضيعوا لينا ولادنا احنا جاك الله نتمناو جلالة الملك يشوف فينا رضيعونا رضيعونا ضيعوا لينا وليداتنا واش انا بوحدي وليداتي زايدين هنا وكابرين هنا وبنتي عندها الترتيب ديالها من 2005 تحصل من 92 وهي في الدار معايا والولد هو راه عنده بنيه وضيعوهم ونطلبوا جلالة الملك يشوف فينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.